اذا الان بدنا نجيب فولتج سورس نرجع نفس الشيء وين على باللايبرري براوزر كانت اللي هي ميجرمنت فبنرجع من هون على ميجرمنت نرجع على سبيشلايز تكنولوجي وسبيشلايز تكنولوجي راح تلاقوا في عندنا ميجرمنت هي هون مش هيك الميجرمنت وبالميجرمنت في عندنا فولتج ميجرمنت نفس الشيء الفولتج ميجرمنت ايش التيرمينال تبعته عندنا تو الكتريكال واحد سيجنال ويلو بلس وماينس ومهم البلس وماينس وراح اخذ منه هون اعمل دراج اند دروب للفولتج سورس راح احطه هون والفولتج سورس راح اشبكه هل بياثر اشبكه قبل الكرنت ميجرمنت ولا بعد الكرنت ميجرمنت هل هذا الفولتج اختلف عن هذا الفولتج لا ليش الريزستنس تبعته صفر هذاك لانه المفروض الانترنال ريزستنس تبعت الكرنت ميجرمنت زيرو وقديش الانترنال ريزستنس تبعت الفولتج ميجرمنت انفينيتي اذا بناخذ هدول من هون هلا بامكانك تسحب هاي تاخذ الخط هذا وتسحبه مفروض نشبك معك بدك تكون دقيق وانتهى الموجب فوق والسالب نشبكه تحت بضلك تحركه لتبين الدائره هاي فصار عندي الان فولتج ميجرمنت جاهز بتحب نرتب هذا من هون شوي اذا بدنا نرتبه شوي بنكبس عليه بتحركه لحد ما هي تصير دائره ونحركه هون مش هيك ارتب هلا ايش ناقصنا خلينا نعمل سيف كل يعمل سيف ايش ناقصنا الان هذول ما بقدر اشوفهم غير يكون عندي اوسيلوسكوب راح امحي هاي تبعت الزاويه حساب اللود انجل بس نتذكر انه قديش كانت قيمتها المفروض 45 درجة بس 45 درجة صحيح على اي فريكونسي؟ على 50 هرتز، تذكروا انه اذا اختلفت الفريكونسي رح يختلف اللود انجل. اذا الان بدنا اوسيلوسكوب نرجع نفس الشيء على اللايبرري براوزر، اللايبرري براوزر بدنا نشوف نرجع هون على على الميجرمنتس في عندنا ميجرمنتس لا اسف احنا الان خلصنا من الباور هلا هذه سيجنال فبرجع الان باخذ سكوب من السيميلينج نطلع فوق على السيميلينج بس نحتاج دكتور فيزيكال تو سيميلينج لا ما في حاجه هون ما في حاجه فبنروح الان هون هلا بتطلع وبتاخذوا في عندنا سينكس سينك ايش يعني سينك باللغه؟ بلوعه مصرف شيء بينزل فيه هذا فكانه الاشياء اللي السيجنالز بتروح عليها ايش اسمها؟ سينكس والاشياء اللي بتيجي منها ايش اسمها؟ سورسز فرح ناخذ نروح على السينكس بالسينكس المفروض يكون عندنا ميزوا بين الفلوتنج سكوب والسكوب احنا بدنا سكوب عادي لا عندك سؤال شوف هلا هذا مش من اللايبرري الثانيه ولا هذا لانه هذا من السيميلينج تمام هاي اللايبرري طلع سؤال مهم يا شباب اللايبرري هاي هي السيميلينج لايبرري الرئيسيه اخذنا منها اشياء حطيناها هون حتى نشوف سيجنالز ما في مشكله هذا يعني هاي الاشاره كومباتبل مع هاي الاشاره هلا هذا السكوب شو بدنا نعمله؟ نعمله تو شانلز ولا نعمله 1 شانل سوبر امبوز؟ نقدر نعمل التنين، فاهمين علي؟ شو سوبر امبوز؟ يعني السيجنال بتنطبق على السيجنال الثاني، كاني حطيت تو شانلز على نفس السكوب. او بعمل تو سكوبس. احنا رح نعمل ناخذ سكوب واحد ونحط عليه تو سيجنالز. حتى نعمل هيك لازم نعمل شيء اسمه مالتيبلكسر، مالتيبلكسر هي كومبوننت بيجمع تو سيجنالز بخط واحد، فبدخل له سيجنال وسيجنال. هاي السيجنال معقده كومبلكس لانها شو بتحتوي بداخلها؟ تو سيجنالز من هون هذا بسموه مالتيبلكسر مرات بيختصروه ماكس ماكس وفي ماكس نعم ما بقدر مثلا زي الاستوسكوب مختبر تشانل 1 بصير اللي بدك اياه تعمله زي ما بدك تقدر تعمل تو شانلز منفصلين شاشتين منفصلين او تعمل شاشه واحده احنا بناخذ شاشه واحده فبدنا نرجع على السيميلينك الان نرجع على اللايبرري براوزر بالسيميليك وبالسيميليك نفسها نروح على الكومنلي يوز بلوكس بالكومنلي يوز بلوكس بتشوفوا اربع اشكال بيشبهوا المالتيبلكسر دي مالتيبلكسر والباس كرييتر في عندنا شيء اسمه باس كرييتر وباس سيلكتر هذول رح نخليهم لبعدين مهمين بيشبهوا المالتيبلكسر بس بختلفوا عنها شوي اللي بهمنا اللي بدنا ناخذهم دي ماكس وماكس الماكس شو بيعمل؟ بداخل السيجنالز السمبل بجمعهم في 1 كومبلكس سيجنال الدي ماكس شو بيعمل؟ العكس اوكي؟ رح ناخذ احنا ماكس فالماكس بدنا ندخل تو سيجنالز على نفس شاشه الاوسيلوسكوب فبنحطه هون
عدده تو انبوتس، بتقدر تحط قد ما بدك انبوتس، فبامكانك تعمل دبل كليك عليه وتزيد عدد الانبوتس. احنا رح ناخذ اثنين بالحاله هاي، فرح نخليه اثنين تمام، ورح نسحبه قدام الاوسيلوسكوب. بعدين الاوتبوت تبعه بنشبكه مع الاوسيلوسكوب، والفولتج نحط الفولتج تحت، ورح نحط الكرنت. هذا جبته من السيميلينك، بتروح على السيميلينك كوملي يوزد بلوكس. فإذا بترجع على اللايبرري براوزر فيو، لايبرري براوزر، في اللايبرري براوزر تحت السيميلينك الرئيسيه في اول منيو ايتم تحت السيميلينك اسمه كوملي يوزد بلوكس. البلوكس الرئيسيه اللي بستعملها بالسيميلينك موجوده هون، فمنها الجين مثلا، منها برودكت، منها كونستانت اذا بدي كونستانت سورس. فالان نطلع على الموديل تبعنا، صار عندنا اوسيلوسكوب، في كرنت ميجرمنت، فولتج ميجرمنت، اللود ثبتناه، حطينا المقاومه 1 اوم اذا متذكرين. قديش زد على فكره؟ قديش قيمه زد للار والال؟ 1 زائد اوميجا في ال جي في 1، اوكي؟ اذا قديش زد قيمتها كماجنتيود؟ 1 جي اوميجا 1. دقيقة بس. هاي اذا بدي هاي زد، فزد كماجنتيود شو بتساوي؟ جذر التنين، وزد كانجل شو بتساوي؟ 45 درجة. ايوه سؤال، ايوه سؤال. مين كان عنده سؤال؟ لازم احط جرام صح؟ هلا مش شرط، بس في شيء بهمنا نحط جي او اي، تقدر تحط جرام، بس انا ما راح احط هلا، بدي اجيب جي او اي بس. هلا هذه الدائرة إذا عملت لها ران ما راح تشتغل. لأنه في زي سيتنج اسمها جي او اي سيتنجز للباور سيستمز، لازم أدخلها وأحط فيه، ومرات بغير البارامترز اللي فيها قبل ما أقدر أكمل. فبنرجع على الفيو لايبرري براوزر وبننزل على السيم باور سيستمز الآن. إذا بتنزلوا على السيم باور سيستمز مرة ثانية، هي سيمسكيب، بعدين عندنا بالسيمسكيب عندنا سيم باور سيستمز، بعدين سبيشلايز تكنولوجي. أول شيء بتطلع عليه لما تشوفوا المنيوز راح تشوف فيه باور جي يو آي. هاي لازم نسحب واحدة منها ونحطها بالفايل. بالايش دكتور؟ موجودة في سبيشلايز تكنولوجي، تحت سبيشلايز تكنولوجي راح تلاقي ايتم اسمه باور جي يو اي. مش موجودة عندك؟ موجودة بالفاندمنتال. اوكي، إذا في الـ 2018 موجودة تحت الفاندمنتال بلوكس هون، تحت الفاندمنتال بلوكس مش تحت سبيشلايز تكنولوجي. فالـ 2018 اكبس على الفاندمنتال بلوكس راح تلاقي تحتها باور جي يو اي. تعمل هذه مهمه لبعدين لما تيجي بدك تعمل رننج للموديل، في بعض بارامترز تقدر تغيرها. طلعوا ايش الكلمه المكتوبه عليها؟ كونتينوس، يعني عماله بحاول يحل البروبلم هاي كونتينوسلي مش ديسكريت. ما بحط سامبلز، بقدر اغيرها واعملها بعدين ديسكريت، بقدر اقول له اعمل حسابات كل 5 مايكرو سكند او 5 ملي سكند الى اخره. الان ما راح نغيرها، بس اذا ما حطيناها ما راح يشتغل السيستم. اوكي، هلا هيك احنا جاهزين نعمل رن. زي ما حكى زميلكم ممكن احط جراوند، انا ما راح احط جراوند هون، ممكن احط جراوند. اوكي، فعندنا صار الفولتج سورس جاهز والاي سي فولتج سورس كلهم جاهزين هون. نعمل سيف.